بيروت، كان عنده مهمة عمل في بيروت، رجع من بيروت على برنامج الإعلامي سامر أمين. لما خلص الحلقة، طبعا لما خلص الحلقة عند الأستاذ سامر أمين وهو خارج من العربية بتاعته كان، وهو خارج قبل ضابط أمن دولة قال له أنت عندك فيلا في الرحاب مش مترخصة، القضية رقم 101 لسنة 2013، فأنت تعالى معانا على الاسم. العربية بتاعت الروتانا هي اللي وصلت للاسم هناك في الاسم، وحولوه بيت هناك في 6 أكتوبر، حول لاسم تاني القاهرة الجديدة. اسم تاني القاهرة الجديدة قال له أنت اسمك مش موجود عندي، والقضية دي مفيش قضية بالاسم ده والرقم ده والاسم ده، أنا مش هينفع أستقبله. رفض إن هو يستقبله. جم ضباط أمن الدولة والأمن الوطني تواصلوا مع بعض وقال له بس خليه عندك هنا للصبح. خلاه عنده للصبح، بعدها اتفق مع القضية اللي هو التخابر مع حماس وقالت أشخاص ممنوعين من السفر، زعزعت العلاقة بيننا وبين إسرائيل، الانتماء لجمعيات أهلي. هو بدأ إضراب من يوم السبت إلى الآن، هو عنده الفيروس تعبان فما ينفعش إن هو يعمل إضراب مع الفيروس. فأنا جيت أعتصم هنا عشان النقابة تتضامن معايا، وكلها دور يعني لازم أنا بطالب النقابة.